صباح الخير والمحبة والسعادة على قلوب مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياتي مع طارق السعود. طبعا محتاج أفكركم دايما أن تروحوا على صفحة البرنامج على الفيسبوك حياتي مع طارق السعود، تعملوا لايك وتستنوا يعني ظهورنا هناك. إن شاء الله هنكون هناك لايف النهاردة على الساعة 5 أو 6 مساء، نتكلم عن مواليد برج الحوت باعتبارنا في فترة برج الحوت على صفحة حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك. بس موضوع الحلقة النهاردة موضوع يعني أثار زوبعة واستياء وغضب الجمهور يعني في الشارع المصري وكمان في الشارع العربي الأسبوع اللي فات، هو موضوع الأغاني الشعبية وأغاني المهرجانات في الوقت الحالي. ليه دلوقتي ابتدت الأغاني الشعبية بتنحدر ويتدنى مستواها للأسفل؟ ليه مفيش في كلام حلو ولحن حلو وأصوات حلوة في الأغاني الشعبية زي زمان، يعني زي أحمد عدوية وحسن الأسمر لما كنا نسمعهم زمان؟ إزاي حصل الموضوع ده؟ ليه كمية التحريض الموجودة على العنف وعلى شرب الخمور والحشيش والحاجات دي كلها موجودة في الأغاني؟ هل إحنا محتاجين فعلا نسمع أغاني زي دي؟ ولو إحنا محتاجين، هل ممكن تكون الأغاني دي موجودة في كل القنوات وكل الإذاعات يعني باستمرار؟ الحقيقة موضوع أثار الكثير من ردود الأفعال المتباينة في الأسبوع اللي فات، ونقابة الموسيقيين والأستاذ هاني شاكر، وكان آخرها حلقة امبارح مع الأستاذ وائل الأبراشي وحلقة محمد رمضان، وتكلموا فيه برضو عن الأغاني الشعبية والظهور في الأغاني. وهذه عودة معكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وعودة على موضوع الحلقة النهاردة المهم جدا واللي أثار استياء وغضب الجمهور في الشارع المصري، اللي هو موضوع الأغاني الشعبية وأغاني المهرجانات في الوقت الحالي. ومعانا على التليفون الأخصائية النفسية الأستاذة آية العاصي، عندنا كم سؤال مهمين جدا بخصوص الأغاني الشعبية والمهرجانات وإزاي تأثر على الذوق العام. صباح الخير أستاذة آية. صباح الخير، إزي حضرتك؟ إزي حضرتك؟ الحمد لله تمام الحمد لله. طيب انا عايز بس استغل الوقت وعايز اسالك كم سؤال كده بخصوص الموضوع اللي يعني اثار زوبعه في الشارع المصري في الاسبوع اللي فات، ولا يزال الموضوع قائم لغايه دلوقتي، اللي هو موضوع اغاني المهرجانات والاغاني الشعبيه. يعني برايك ازاي ياثر انتشار الاغاني الشعبيه الحاليه على الذوق العام للمجتمعات؟ والله يا مستر طارق، هي الفكره ان مش في الاغاني نفسها قد ما في الثقافه اللي الاغاني دي بتنشرها. يعني انا ما عنديش مشكله خالص ان اللون الشعبي يفضل موجود، لان دي حاجه مش جديده علينا. يعني اللون الشعبي موجود من زمان جدا، كان في ناس تسمع ام كلثوم وكان في ناس تسمع الفنان محمد رشدي، فاللون تمام. نفسه ما فيش مشكله فيه، الفكره في الرسائل اللي بتقدمها الحاجات دي. انا مش مشكلتي خالص كمان في ان انا بتكلم عن الموضوع من ناحيه الكلمات بس، انا بتكلم على الفكره المتصدره. دلوقتي الطفل مثلا وهو بيسمع الاغاني دي بيغنيها كنوع من انواع التنفيس عن روحه. تمام. في طفل تاني بيبقى شايف ان دي قدوه، ان ده مثل اعلى، انا ليه اتعلم، انا ليه اذاكر، انا ليه اروح تماريني، ما انا في الاخر ممكن طالما انا بحفظ اغاني بسرعه ممكن اطلع مغني زي فلان. تمام. فهي مش بتهدم التربيه بس، هي كمان بتهدم الافكار. والمنع اللي صدر من نقابة الموسيقيين، اعتقد ان المنع صادر تجاه الكلمات بتاعه الاغاني. طيب انا شايفه طيب احنا كنا يعني زمان بنسمع لاحمد عدويه وحسن الاسمر، ودول من نجوم الاغاني الشعبيه الموجودين في مصر، وكانوا بيقولوا كلام غريب، وكانوا برضو وقتها كان اللي بيقدموه كان غير مطابق للمرحله اللي كانوا موجودين فيها، او غير مألوف، او بعض الكلمات كان الناس عندها عليها تحفظ، والفن ده ما دامش. يعني احنا مثلا دلوقتي في 2020 صعب قوي هتلاقي حد لسه فاكر كلمات الاغاني القديمه دي، لكن فاكر الالحان. تمام. لانها كانت مختلفه وكانت بتعمل جو وكانت بتشتغل في المناسبات العائليه والافراح والحاجات دي كلها. تمام. فهنيجي لنفس النقطه تاني، ان الفكره في نوعيه الكلام والافكار اللي بيصدرها. طيب ازاي يعني بيأثر انتشار الاغاني الشعبيه الحاليه دلوقتي على الاطفال؟ يعني ازاي بيغير سلوكهم؟
هقول لحضرتك على مثال. يعني هو في طبعا اغاني كتيره جدا اسوأ من اللي السوشيال ميديا صدرتها، اللي هي فيما يخص اغنيه بنت الجيران وجمله خمور وحشيش، في كلمات اسوأ بكتير. الفكره ان الطفل او الحد الصغير هو عارف ان في حاجه من المحرمات اسمها خمور وحشيش، بس ما عندوش فكره عنها قوي. تمام. بيبدا بقى لما يسمع الكلمات دي ادراكه يعلى عن ما هو موجود عليه. يعني لو حد عنده 7 سنين فمش عارف قوي يعني ايه خمور وحشيش، فيبدا يسال. فلما بيسال طبعا في غياب التوعيه الاسريه ممكن ما يسالش اهله، فبيبتدي يدخل يعمل سيرش على الانترنت، وهنا بتكون الكارثه. بيتفرج على حاجات تفوق حدود ادراكه، يعني ممكن يتفرج لو كتب بس كلمه خمور وحشيش على الانترنت هيطلع له فيديوهات وهيطلع له صور اكبر من حدود ادراكه كتير جدا، والطفل بطبيعته فضولي وهيفضل يبحث في الموضوع ده. وهو تمام. بيعمل سيرش على الكلمات هيطلع له بقى الاغاني التانية اللي هي اكتر صعوبة من الاغنية اللي بسببها صدرت قرار، اللي هي اغنية بنت الجيران دي. تمام. طيب دلوقتي الشباب التأثير موجود، بشوفه أنا بلاحظه على طريقة اللبس وقصات الشعر والحاجات والشكل، بيقلدوا المطربين الشعبيين خدوها قدوة، زي ما قلت وبيعتبروهم لحضرتك قدوة. يعني قدوة. إزاي يحصل ده؟ ما هو في غياب القدوة الحقيقية تظهر القدوة الزائف. هو بالنسبة له مين اللي ناجح، مين اللي عنده فلوس كتيرة جدا، مين اللي راكب أحسن أنواع العربيات، في وجهة نظره هي دي القدوة الحقيقية، اللي هي جمع المال وجمع الشهرة وتحدي. ما هو برضو الناس دي فيها تحدي، وللأسف للأسف هم ناجحين في التحدي اللي بيقوموه، ومعرفش ده بيتقدم إزاي. يعني لما نقابة تطلع تمنع مطرب بعينه ويجي المطرب ده يضرب بكل ده عرض الحائط ويطلع عادي جدا على التلفزيون المصري، ده اثبات للتحدي اللي هو بيعمله ان هو صح. طيب انا دوري ايه؟ يعني انا كدوري كمؤسسه اعلاميه، او دوري كأم، او دوري كاخصائيه، او دوري كتربويه، اعمل ايه؟ احاول ابرز القدوه المضبوطه. يعني نحاول نطلع تمام. نكون احنا الاعلام البديل، اذا كان هم ليهم اعلامهم او اذا كان هم ليهم طرقهم، احنا نقدم بدائل. تمام. نماذج ناجحه، مصر عمرها ما هتكون فقيره في مواردها البشريه ابدا، كل مجال فيه حد ناجح. نبتدي احنا نسلط الضوء على ده. في ناس بتنجح بالعلم، في ناس بتنجح بالدراسه، في ناس بتنجح بالمجهود. مش كل النجاحات نجاحات زائفه ومؤقته ووريده اللحظه ووريده الصدفه. تمام. يعني انت يعني بتركزي حضرتك على دور المدرسة والأم يعني بشكل خاص. دورنا كلنا، دور كل انسان ناضج مسؤول، سواء كان مسؤول اعلامي او مسؤول تربوي او مسؤول اداري، ان هو يبرز القدوات او القدوه اللي تقدر تخلي الولاد دي ما يبقاش عندهم مونو ايم، هدف وحيد اللي هو ان انا اكون عندي فلوس. في اهداف تانية غير الفلوس، وفي كمان ناس تانية ناجحه وعندها فلوس ومش بتقدم المحتوى ده. تمام يعني تمام الاسطوره الحقيقيه اللي تم ابرازها في دوله الامارات، دكتور مجدي يعقوب، ده من بالضبط. يجب ان يدرس في المدارس. يعني تمام انا والله اطالب ان الناس دي يتم اضافتها للمناهج التعليميه. اعرف الموارد البشريه الناجحه بجد في بلدك. تمام طيب ازاي بتأثر طريقة تصوير الفيديو كليبس للأغاني الشعبية دي على ازدياد العنف بين الشباب؟ زي ما قلت لحضرتك بالظبط، هم شايفين ان هو ده القدوه. فهي يعني ايه القدوه؟ ان انا هقتدي بيك في كل حاجه بتعملها. حضرتك هتلاقي حتى ان المطربين او المغنيين اللي مش شعبيين، اللي بس ليهم جمهور عريض، اول ما بيطلع بتي شيرت، لو حضرتك تفتكر زمان مثلا عمرو دياب لما طلع بتي شيرت معين بزغرفه معينه، تمام. الشباب كلهم لبسوه. فحاليا يعني هو كان طالع ببلوفر، فعادي ان الناس تلبس زيه وفرحانين بالمطرب اللي هم بيحبوه. لكن اللي مش عادي دلوقتي ان يكون شاب يلبس ملابس شيفون، تمام او ان شاب يبقى طالع ماشي شبه عاري جزء اللي فوق في الشارع ويقول ان انا بقلد، او مش عادي ان انا اتشبه بحلق يعني بقصات شعر غير ملائمه للمجتمع اللي احنا عايشين فيه، ونقول ان انا ما عادي، ما هو فلان عمل كده. ما هو فلان ده يا حبيبي من الاول ما كانش ينفع تاخد القدوه ليك. في تمام معايير مجتمعيه لازم ناكدها على اولادنا في كل الاوقات وفي كل الازمنه، ان احنا ما ينفعش نخترق المعايير دي حتى لو في حد تاني اخترقها. تمام طيب يعني بكلمات بسيطة، أي أهم النصائح اللي ممكن توجهها حضرتك للأسر والعوائل الموجودين عشان أطفالهم، أو للشباب اللي بيسمع الأغاني دي واللي متأثر فيها؟
اول حاجه الوعي والادراك الكامل بان احنا مش قوالب هنتحط كلنا في ستاندرد نطلع منه نفس الاشكال. كل حد فينا ممكن يكون مميز في المنطقه بتاعته او في التخصص بتاعه او في اللعبه اللي بيلعبها. لو طفل مش مميز اكاديميا فهيبتدي يحبط ان هو يقول طب ما عادي، طب ما انا ممكن اغني، طب ما انا ممكن ابقى يوتيوبر، طب ما انا في حاجات تانية لازم نبرزها في شخصيه الطفل او تمام. شخصيه المراهق او شخصيه الحد اللي لسه هويته ما تكونتش بنسبه كبيره. تمام. الحاجه التانية ابراز القدوه. يا جماعة لازم نسلط الضوء، لازم نكون احنا الاعلام البديل للاعلام المعاكس، لازم احنا نطلع الناس الناجحة ونحاول نهتم بيها. الناس للأسف في نفس الوقت اللي بتنتقد فيه المطربين المهرجانات او الناس الممثلين اللي بيبثوا الحاجات الوحشة او الافكار الوحشة او افلام حد معين ومش عايزة اسمي اكتر من كده، في نفس الوقت اللي بينتقدوا فيه بيعملوا شير للناس دي. فاحنا اللي بنصنع النجاح الزائف ليهم، احنا اللي مشاهداتنا والشير بتاعنا ليهم بيخليهم يحصلوا على فيوز كتير ويخلي اليوتيوب يدفع لهم فلوس كتير، طيب وبالتالي ما بيعملوش حاجة وبياخدوا الفلوس من تقديم الولا حاجة. تمام. فالوعي لازم يكون مننا احنا الاول في ان احنا نبطل نشهر الناس دي، يعني stop make stupid people famous. دي قاعدة لازم نبقى كلنا مؤمنين بيها. كفاية شهرة للناس دي، نتجاهلهم تماما ويكون دورنا ان احنا نبرز النماذج اللي تستحق الابراز. تمام. الأستاذة آية العاصي، أخصائية نفسية، ميرسي لحضرتك على وجودك معنا النهاردة، وأنا استفدت شخصيا من النصايح دي، شكرا ليك جدا. العفو يا فندم، ربنا ميرسي، شكرا. مشاهدينا الكرام متواصلين معاكم، وإن شاء الله الفقرة الثانية هتكون فقرة الأبراج، هنرد على كل استفساراتكم وأسئلتكم بخصوص الأبراج ومواليدكم إن شاء الله على أرقام الهواتف حاضرة على الشاشة. وبحب الناس الرايقة، وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول. مشاهدينا الكرام عدنا معاكم وفقرة الأبراج، ومستني كل اتصالاتكم واستفساراتكم، وأحب أنوه على صفحة البرنامج على الفيسبوك حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك، وأنا برد شخصيا على كل استفساراتكم وعلى رسائلكم بنفسي كل يوم. ومرسي يعني الحمد لله الكم هائل من الرسائل والإعجابات والتفاعل مع الصفحة جميل جدا. مستني كل اتصالاتكم دلوقتي على أرقام الهواتف اللي هتظهر أسفل الشاشة بخصوص فقرة الأبراج، وهرد عليكم واحد واحد إن شاء الله. بس لي طلب صغير، بس لما حد يتصل بي بليز يخلي بس تاريخ واحد عشان نخلي فرصة تانية للناس اللي وراه، اللي هيكون وراه على التليفونات برضو. ما ينفعش أجاوب حد عنده 4 أو 5 تواريخ وفي ناس مستنية عشان تحصل على التليفون. في معانا اتصال أو طلب. في عندنا دعاء من سوهاج. صباح الخير يا دعاء. صباح النور يا دكتور. ازيك يا فندم؟ صباح الخير. الحمد لله. لو سمحت انا تاريخ ميلادي 14/2/88. ثواني بس، التاريخ كم تاني؟ 14/2/88. عايز اعرف الارتباط يعني. العفو الصوت بعيد مش سامع. 14/2 14 و 2. ايوه تمام. اي سنة؟ عايز اعرف الارتباط. اي سنة عفوا؟ 88. ايه تمام. 14/2 دعاء من سوهاج، 1988، من مواليد برج الدلو الهوائي الفترة الثالثة. أرقام الحظ هنا هتكون 4 و5 و8. تكون شخصية شوية غريبة الأطوار، عندها مفاجآت في الحياة، وتكون شخصية ذكية جدا ومحللة للأمور، وعندها فرص كويسة إن شاء الله. يا دعاء عندك فرص كويسة إن شاء الله بالنسبة للدراسة، بالنسبة للأمور العاطفية، بالنسبة للعمل. 14/2/88 عندهم فرص كويسة جدا إن شاء الله الفترة اللي جاية. على الصعيد المالي إن شاء الله عندهم فرص كويسة جدا في شهر 3، واعتبارا من اليوم 23/2 لغاية يوم 21/3 هتكون فرص كويسة على الصعيد المالي. في شهر 4 أو نهاية شهر 3 على شهر 4 هتكون فرص كويسة بالنسبة لكم على صعيد الدراسات والسفريات القصيرة. أعتقد في عندنا اتصال آخر، ولا يمكن سماع. ألو. ألو، صباح الخير. صباح الخير، ازي حضرتك يا دكتور؟ اتفضلي اتفضلي يا ستي. لو تكرمت حضرتك يا دكتور، أنا 10/12/59. بس عايزة حضرتك، أنا هنقفل وسيادتك بس يعني بعد ما نقفل تقولي كل حاجة عن برج. كل حاجة. حاضر، من عينيا للاثنين. حاضر، ميرسي، شكرا جزيلا. 10/12/1959، من مواليد برج القوس الناري الفترة الثانية. أرقام الحظ هنا هتكون عندك 1
وتسعة. أنت شخصية محبة للسفر، محبة للتنقل والترحال، محبة لاكتشاف الشخصيات والثقافات الجديدة، بتحبي الدراسات العليا، بتحبي الأمور الدينية والروحانية كتير، بتحلمي بأحلام وتتحقق بعد كده فترة قصيرة. كمان عندك رقم واحد اللي هو 10 يوم ميلادك، ده رقم محكوم من قبل الشمس، وده بيخليكي بتكوني شخصية قيادية شوية، محبة للشهرة وكريمة مع الناس من الناحية المادية والعاطفية. للأسف مواليد برج القوس الفترة دي عندهم شوية مشاكل على الصعيد العائلي، بس إن شاء الله هتنحل تقريبا مع بداية شهر 4، يعني من نهاية شهر 3، من يوم 21/3 لغاية 20/4 هتكون فرص كويسة جدا لحل كل مشكلة عائلية مع الزوج، مع الزوجة، مع الأولاد في البيت. في عندي اتصال آخر. أم ممدوح، صباح الخير يا أم ممدوح، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. تمام، عندك سؤال محدد ولا معلومات معينة؟ لا، عايز أعرف بس في إيه والله. تمام، ربنا يخليك يا رب. ربنا، ميرسي لمدوح، ميرسي، ربنا يخليك. 20/12/46 برضه من مواليد برج القوس الناري الفترة الثالثة هنا، أرقام الحظ هنا هتكون 2 و3. أم مدوح أنت شخصية حساسة جدا، مزاجية جدا، متقلبة جدا، وعاطفية جدا، محبة للأسرة، محبة للبيت، محبة للعيلة، متعلقة بالماضي، متعلقة بالذكريات، وكمان بتحب السفر ومتعلقة بالأمور الروحانية والدينية بشكل كبير. عندك فرص كويسة إن شاء الله، إن شاء الله على الصعيد الصحي، لو في عملية أو تداخل جراحي لا سمح الله هتكون فرص كويسة عندك إن شاء الله، اعتبارا من 21/3 لغاية 20/4، وكمان من 21/5 لغاية 20/6 بإذن الله تعالى. مسيل اتصالك أم ممدوح. في عندي اتصال آخر من أميرة، صباح الخير يا أميرة. صباح النور، تفضلي عزيزتي. ممكن أقول تاريخ ميلادي وتاريخ ميلاد قريبي؟ تفضلي. أنا 1/1/2000، وهو 2/7/1994. 2/7؟ 2/7/1994. تمام، عايز تعرف التوافق ولا إيه؟ توافقه يعني. تمام، شكرا لاتصالك، ميرسي، ربنا يخليك يا أميرة. 1/1/2000 من مواليد برج الجدي الترابي الفترة الثانية، هنا أرقام الحظ عندك حتكون 1 و8. أنت شخصية متحملة للمسؤولية في وقت مبكر من حياتك، شخصية جدية في التعامل مع الناس، شخصية قيادية برضو، وشخصية برضو عنادية بتعاند كتير. 2/7/1974 من مواليد برج السرطان المائي الفترة الثانية، أرقام الحظ هنا هتكون 2/7 برضو، وتكون شخصية حساسة، مزاجية، متقلبة، متعلق بالأمور العائلية والمنزلية، متردد في اتخاذ القرارات شوية، متقلب المزاج، لكنه شخص بيحب العيلة، بيحب الأسرة، بيقدس الأمور العائلية والمنزلية، برضو بيعند شوية لكنه متردد ومتقلب أكتر. عنده فرص كويسة إن شاء الله بالنسبة للأمور العاطفية، بالنسبة للأمور المنزلية البيتية في الفترة دي، عشان الشمس دلوقتي كان موجودة في برج الحوت المائي، فمن دلوقتي لغاية يوم 21/3 فرص كويسة جدا بالنسبة للسرطان على صعيد الشغل والعمل والبيت، وكمان حتكون فرص كويسة برضو عنده من 21/4 لغاية يوم 20/5. عندي اتصال آخر من سهيلة، صباح الخير يا سهيلة. صباح النور، تفضلي يا فندم. عايزة أعرف 2/8/2002. 2/8/2002. 8 20 ولا 2؟ 20/8/2002. ماشي، عندك سؤال محدد ولا معلومات عامة؟ لا، معلومات عامة. ماشي، مرسي لحضرتك يا سهيلة. 20/8/2002 يا سهيلة، أنت من مواليد برج الأسد الناري الفترة الثالثة والأخيرة، أرقام الحظ هنا هتكون عندك 1 و2. شخصية قيادية وشخصية برضو مزاجية متقلبة شوية، شخصية كريمة مع الناس من الناحية المادية والعاطفية، وشخصية عصبية ومندفعة شوية أكثر من اللازم، بس في الآخر شخصية نبيلة جدا في أخلاقها، بس بتعند كتير وقيادية كتير، صعبة الميراث يعني. عندك فرص كويسة إن شاء الله في الفترة اللي جاية، اعتبارا من 21/3 لغاية 20/4 هتكون فرص كويسة إن شاء الله على صعيد السفر، على صعيد الدراسة، على صعيد الأمور العاطفية، كمان هتكون عندك فرص كويسة اعتبارا من 22/7 لغاية يوم 20/8 اللي جاي بإذن الله تعالى. عندي اتصال آخر
أعتقد في تليفون آخر. عليكم. دعاء. وعليكم السلام، تفضل يا دعاء. اتصلت من شهر 14/2/88، عايز أعرف الاختبار. 19/2؟ 19/2/88، عايز أعرف الاختبار بس. ماشي. ولو سمحت معلش تاريخ تاني لو سمحت يعني. اتفضلي. ألو. اتفضلي. 24/2/84 دي أختي، الارتباط برضه. ماشي. مسي لحضرتك يا دعاء. 19/2 على الارتباط العاطفي، عندكم فرص كويسة إن شاء الله، هتكون الفرص دي يعني أكتر جدية في من 21/3 لغاية يوم 20/4 اللي جاي، وكمان من 21 أو 22/7 لغاية يوم 20/8 اللي جاي. بالنسبة لـ 24/2/1984 نحب نقول لأخت حضرتك كل سنة وهي طيبة عشان بكرة عيد ميلادها أولا، وهي من مواليد برج الحوت المائي الفترة الأولى، أرقام الحظ هنا هتكون 3 و7 و6، شخصية بتحب الأمور الفنية، بتحب الأمور الجمالية، وشخصية عنيدة جدا، مزاجية متقلبة إلى حد كبير، شخصية رومانسية وعاطفية بشكل خيالي. عندهم فرص كويسة إن شاء الله بالنسبة للارتباط والعاطفة في الفترة دي اعتبارا من النهاردة لغاية يوم 21/3 اللي جاي، وكمان عندهم فرص كويسة إن شاء الله من 21/6 لغاية يوم 22/7. في عندي اعتقد اتصال اخر. ام احمد، صباح الخير يا ام احمد. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي يا ستي. انا 19/6/63. تمام. عايز اعرف ان شاء الله عن كل حاجه. عن كل حاجه، حاضر يا ام احمد، ميرسي لاتصالك يا ستي. 19/6/1963 من مواليد برج الجوزاء الهوائي الفتره الثالثه والاخيره، هنا ارقام الحظ هتكون عندك 1 و5، هتكوني شخصية شوية عصبية، شخصية اجتماعية جدا، شخصية ذكية جدا، وبتحللي الأمور بشكل جدي وواضح، وشخصية بتحبي التواصل مع الناس والحركة والكلام والنقاش. عندك فرص كويسة إن شاء الله، هتكون يعني تقريبا في 21/3 لغاية يوم 20/4، وكمان عندك فرص كويسة إن شاء الله هتكون اعتبارا من 21/5 لغاية يوم 21/6. حاولي أن تتجنبي اتخاذ أي قرار مصيري يعني بحاجة كبيرة، مثلا بيع عقار أو شراء عقار أو انتقال من مكان لمكان آخر في الفترة ما بين 20/4 لغاية 20/5. حاولي تخلي الفترة دي تعدي وبعد كده تتخذي أي قرار مصيري. السنة بالنسبة لك إن شاء الله سنة كويسة، أحسن من السنوات اللي فاتت لكن مش ممتازة، بس كويسة إن شاء الله. مرسي أم محمد على اتصالك. وعندي اتصال آخر من أم مريم. صباح الخير. يا ريت لو توطي صوت التلفزيون وتسمعيني من خلال التليفون. يا ريت يا ريت يا ريت. مرسي مرسي. ازاي حضرتك؟ اتفضلي. بقول لحضرتك 15/4/1998. تمام. سؤال محدد ولا معلومات عامة؟ لا معلومات عامة. ماشي مرسي مرسي يا ام مريم. أم مريم 15/4/1998 من مواليد برج الحمل الناري الفترة الثالثة، هنا أرقام الحظ عندك هتكون 5 و6 و9، هتكوني شخصية محبة للأمور الفنية، هتكوني شخصية بتعندي كتير، وشخصية عصبية كتير، وشخصية طيبة كتير وحنونة كتير في نفس الوقت، وبتتأثري كتير. عندك فرص كويسة إن شاء الله بالنسبة للأمور المادية، السفر، الشغل، إن شاء الله في الفترة اللي جاية اعتبارا من 21/3 لغاية يوم 20/4. معظم مواليد برج الحمل في الفترة دي اللي هي اعتبارا من امبارح يوم 22/2 لغاية يوم 20/3 اللي جاي بيمروا أو حيمروا بنوع من التحديات العاطفية والمشاكل العاطفية أو المشاكل الزوجية في البيت. حاولوا دايما تهدوا أعصابكم من الفترة دي وما تنفعلوش زيادة عشان ما تخسروش حاجات مهمة في المستقبل. في عندي اتصال آخر. أم محمد، تفضلي يا أم محمد. صباح الخير. صباح النور. تفضلي عزيزتي. صباح النور. عايزة أسأل 7/5/57. تمام. الصحة والمشاكل وكده. صحة والمشاكل وكده، مشاكل عاطفية، مشاكل مادية، أي مشاكل؟ لا مشاكل مادية مشاكل مادية وعاطفية؟ لا ما فيش عاطفية. تمام ماشي ماشي يا أم محمد، مرسي اتصالك. 7/5/1957 من مواليد برج التور الترابي الفترة الثانية، هنا أرقام الحظ هتكون 6 و7،
الشخصية دي ممتلكة للحدث، بتحس بالأشياء قبل ما تحدث أو تحلم بها، شخصية روحانية في نفس الوقت شخصية واقعية وشخصية عنيدة جدا وقيادية، بس شخصية طيبة في نفس الوقت. عندهم فرص كويسة إن شاء الله بالنسبة للأمور المادية الفترة دي اعتبارا من النهاردة لغاية يوم 20/3. كمان هتكون عندهم فرص كويسة في شهر 5. مواليد برج الثور هيمروا بنوع من التحديات المادية والعاطفية والنفسية شوية، وكمان ممكن تكون صحية ما بين 20/4 ما بين 20/3 و20/4. خليهم يحاولوا يبتعدوا عن اتخاذ القرارات المصيرية وعن أي حاجة بسبب الانفعالات في الفترة دي. مرسي اتصالك يا أم محمد. في عندي اتصال آخر من أم عبد الله. صباح الخير أم عبدو. صباح الخير يا معود. صباح النور. تفضلي. أنا ممكن نسأل على 24 جريل 1999. تمام. مرسي لحضرتك. مرسي اتصالك يا أم عبدو. 24/4/1999 من مواليد برج الثور الترابي الفترة الأولى. هنا أرقام الحظ هتكون 1 و6. هتكون شخصية محبة للفن، شخصية يعني عندها عين فنية عالية وإحساس فني عالي، شخصية برضو عنيدة جدا في التعامل مع الناس وصعبة الميراث، وشخصية قيادية مثقفة جدا وبتحب القراية وبتحب الأخبار كتير. عندهم فرص كويسة إن شاء الله مواليد 24/4. يعني الفترة دي هتكون فترة مناسبة جدا على الصعيد المادي العاطفي الشغل، يعني لغاية يوم 20/3 اللي جاي. من 20/4 ولغاية 20/5 هتكون يعني هتكون فرص مناسبة جدا 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 على الصعيد المادي وعلى الصعيد العاطفي بإذن الله تعالى. في عندي اتصال آخر. محمد، تفضل يا محمد. صباح الخير. صباح النور حبيبي، تفضل. 18/7/88. 18/7/88. سؤال محدد ولا معلومات عامة يا محمد؟ معلومات عامة. معلومات عامة، ماشي يا حبيبي. 18/7/1988 من مواليد برج السرطان المائي الفترة الثالثة. هنا أرقام الحظ هتكون عندك هي 2 و7 و9. أنت شوية شخصية مندفعة وعصبية أكثر من بقية مواليد برج السرطان المائي، ولما بالسوق العربية بتحب السوق العربية بسرعة شوي. كمان عندك اندفاع وعصبية في بعض الأحيان، بس في نفس الوقت عندك تردد وتقلب في اتخاذ القرارات وعندك مزاجية. محب للأمور المنزلية والعائلية، متعلق بالأم، متعلق بالأب، متعلق بأطفالك لو كنت متجوز كمان، متعلق بالحياة والذكريات والحاجات القديمة. عندك فرص كويسة إن شاء الله الفترة دي فترة ذهبية بالنسبة لك باعتبارا من النهاردة إن شاء الله لغاية يوم 20/3 اللي جاي على صعيد العمل. إن شاء الله في عندك فرص كويسة جدا على صعيد الأمور المادية، إن شاء الله عندك فرص كويسة جدا بإذن الله تعالى. في عندي اتصال آخر. علا، صباح الخير يا علا. للأسف انقطع الاتصال. في عندي هناء. صباح الخير يا دكتور، ازاي حضرتك؟ صباح النور، أنا وسهلا بك، تفضلي. أنا يا دكتور مواليد 26/9/1985. تمام. عندك سؤال؟ كنت عايز اعرف عن كل حاجه. كل حاجه معلومات عامه. ماشي ماشي يا هنا، مرسي لاتصالك عزيزتي. 26/9/1985 من مواليد برج الميزان الهوائي الفتره الاولى. ارقام الحظ عندك 6 و8. هنا رقم 8 بيخليك بتكوني شخصيه متحمله للمسؤوليه في وقت مبكر من حياتك، يعني ما بتشوفيش الاشياء بسهوله الا بعد جهد. بقالك حوالي 4 أو 5 سنين الامور المنزليه العائليه المادية الشغل متلخبطة شوية، مش متوازنة عندك، يعني بتيجي فرص وبتروح فرص وبتحصل مشاكل كتير وبتتراكم مشاكل كتير وبترجع تتحل شوية وبترجع تاني. إن شاء الله السنة دي هتكون سنة مختلفة شوية، هنشوف فيها فرص وانفتاحات وانفراجات على الصعيد المادي والعاطفي، خصوصا في الفترة اللي جاية اللي هي من 21/3 لغاية يوم 20/4، وكمان فترة ممتازة جدا 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 من 21/5 لغاية يوم 20/6. ومرسي اتصالك يا هنا. في عندي اتصال اخر معانا. منى، صباح الخير يا منى. صباح النور، السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب يا دكتور، اتفضلي. منور الدنيا يا دكتور، ربنا يخليك، اتفضلي يا ستي. كنت عايزه اسال على 17/8/71. تمام. معلومات عامه ولا سؤال محدد؟ لا الحياه كده، عايزه اشوف مثل الحياه تبقى مظبوطه. مظبوطه من ناحيه يعني من ناحيه الماديه، من ناحيه العاطفيه، الشغل؟ لا لا، الناحيه الماديه، الحياه الاسريه. ماشي كده بس. ماشي ماشي، مرسي اتصالك عزيزتي. 17/8/1978 من مواليد برج الاسد الناري الفتره الثالثه والاخيره. ارقام الحظ هنا هتكون 1 و8.
الشخصية برضو دي متحملة المسؤولية وشافت تعب كتير في حياتها، ما بتحصلش على الأشياء بسهولة إلا بعد جهد مضاعف. الأسد بصورة عامة السنة دي هتكون سنة كويسة بالنسبة لهم على صعيد المادة وعلى صعيد العمل. 17/8 عندهم فرص كويسة جدا إن شاء الله اعتبارا من 21/5 اللي جاي لغاية يوم 20/6، كمان هتكون عندهم فرص كويسة جدا اعتبارا من 20/9 لغاية يوم 20/10 على صعيد العمل والأمور المادية والأمور الأسرية أو الأسرة والبيت. عندهم فرص كويسة إن شاء الله على الصعيد المادي وعلى الصعيد العمل في توقيع عقود جديدة إن شاء الله في العمل أو الانتقال من مكان إلى مكان آخر إن شاء الله في السنة دي، يا رب كل الخير يا رب. في اتصال آخر، سميرة. صباح الخير يا سميرة. صباح النور. تفضلي يا ست. على برجي 15/12/85. تمام. عايز اتذكر على الارتباط، وشفت ارتباط الجواز الارتباط وكل حاجة يعني. والزواج ماشي ماشي يا سميرة. سميرة 15/12/85 الارتباط والجواز وكل حاجة. طيب من مواليد برج القوس الناري الفترة الثالثة والأخيرة. أرقام الحظ عندك 1 و3 و6. شخصية محبة للأمور الفنية، شخصية محبة للسفر، شخصية كريمة مع الناس من الناحية المادية والعاطفية، شخصية عندك ثقة بنفسك كتيرة قوي، بس برضو في نفس الوقت في عندك نوع من التردد الغريب شوية. في عندك فرص كويسة للارتباط، بس هتكون الفرص دي بعد النص الثاني من السنة دي، يعني بعد شهر 6/2020 هتكون فرص كويسة جدا بالنسبة للارتباط. وأنسب الأبراج بالمناسبة لبرج القوس الناري هي برج الأسد الناري وبرج الحمل الناري والأبراج الهوائية اللي هي الجوزاء والميزان والدلو. مرسي يا سميرة على اتصالك. في اتصال آخر، علا. تفضلي يا علا. صباح الخير دكتور. تفضلي يا دكتور. أنا تاريخ ميلادي 23/3/91. تمام. فعايز أعرف كل حاجة يعني. حاضر، مرسي اتصالك علا. 23/3/1991 وعايز تعرف عن كل حاجة. يا علا أنت من مواليد برج الحمل الناري الفترة الأولى. أرقام الحظ هنا هتكون عندك 1 و5 و9. أنت شخصية عصبية شوية، مندفعة أكثر من اللازم في بعض الأحيان، وبتندمي كتير بعد عصبيتك. كمان شخصية كريمة جدا مع الناس وشخصية طيبة وحنينة قوي. عندك إن شاء الله فرص كويسة جدا من ناحية الارتباط والعاطفة، لكن بعد 21/3 اللي جاي كمان هتكون عندك فرص كويسة جدا اعتبارا من 22/7 لغاية يوم 20/8. معظم مواليد برج الحمل الناري الفترة دي عندهم بعض التحديات العاطفية، لو كانوا متجوزين عندهم بعض المشاكل والتحديات الزوجية في البيت، ولو كانوا مرتبطين عندهم بعض يعني الاختلاف وجهات النظر، لكن إن شاء الله هتكون الأمور كويسة اعتبارا من 21/3 اللي جاي يا علا. في اتصال آخر، عبد التواب من الجيزة. صباح الخير حبيبي. صباح الفل يا سعادة الباشا، عامل ايه يا دكتور؟ الحمد لله طبعا. تفضل الله يخليك. سيادتك انا مواليد 13/6/77. تمام. وعندي شوية مشاكل كده صحية ومادية. طيب المواليد تاني 13/6/77. 77 تمام. مشاكل صحية ومشاكل مادية. مادية ان شاء الله. تمام ماشي يا باشا. تمام ماشي يا عبد التواب، ميرسي اتصالك حبيبي. عبد التواب من الجيزة 13/6/1977 من مواليد برج الجوزاء الهوائي الفترة الثالثة والأخيرة. هنا أرقام الحظ عندك 4 و5. عبد التواب أنت عندك يعني مفاجآت كتيرة قوي في الحياة، يعني حياتك مش على وتيرة واحدة، دايما عندك تغييرات، دايما عندك حاجات يعني بتفاجئك. صح عندك نوع من المشاكل الصحية أو مشاكل المادية في الفترة الحالية، لكن إن شاء الله هتكون عندك فرص كويسة جدا بالنسبة للصحة وبالنسبة للأمور المادية اعتبارا من 21/5 اللي جاي، من 21/5 لغاية 20/6، وكمان هتكون عندك فرص كويسة جدا في الشهر العاشر من السنة دي. في عندي اتصال آخر، خديجة من ليبيا. صباح الخير يا خديجة، تفضلي. خديجة تفضلي يا خديجة. صباح الخير. تفضلي تفضلي يا خديجة معانا، تفضلي. 16/6/1997. كم؟ 17/6/1997. تمام. سؤال محدد ولا معلومات عامة؟ لا معلومات عامة. حاضر يا خديجة، مسجد صالح عزيزتي. خديجة من ليبيا 17/6/1987 أو 97 عفوا، من مواليد برج الجوزاء الهوائي الفترة الثالثة والأخيرة. هنا أرقام الحظ هتكون 8
وخمسة، أنت شخصية متحملة للمسؤولية في وقت مبكر من حياتك، شخصية جدية في التعامل أكثر من بقية مولد برج الجوزاء الهوائي، شخصية ذكية جدا ومحللة للأمور، وعندك فرص كويسة إن شاء الله بالنسبة للعمل، بالنسبة للأمور العاطفية إن شاء الله من 21/3 اللي جاي لغاية يوم 20/4، وكمان عندك فرص كويسة من 21/5 لغاية يوم 20/6 اللي جاي. في عندي اتصال آخر، ألو، سماء، تفضلي يا سماء. هناء عفوا. تفضلي 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 يا سناء. سناء ولا هناء؟ تفضلي يا ستي، صباح الخير. تمام 68، ميرسي اتصالك. 14/12/1968 من مواليد برج القوس الناري الفترة الثالثة والأخيرة، هنا أرقام الحظ حتكون عندك 3 و5. شخصية محبة للأمور المنزلية، شخصية محبة للأمور الدينية والروحانية كتير، أحلامك بتحقق دايما، شخصية ذكية جدا في التعامل مع الناس بس عصبية شوية وتنفعلي بسرعة، حاول تهدي من أعصابك. القوس بصورة عامة عندهم شوية تحديات ومشاكل في البيت والأسرة والعمل، لكن إن شاء الله حتزول باعتبارها من 21/3 اللي جاي لغاية يوم 20/4، حتكون فرص كويسة أكتر بالنسبة للبيت، بالنسبة للعمل، بالنسبة للأمور المادية. كمان حتكون ممكن في فرص كبيرة قوي للسفر خارج البلاد، ممكن تكون في شهر 7 وشهر 8 من السنة دي. مرسي اتصالك يا سناء. في عندي اتصال آخر، نجلاء من الجيزة، صباح الخير يا نجلاء. تفضلي عزيزي، صباح الخير، انت على الهواء يا نجلاء. صباح النور. تفضلي. انا مواليد 79/18/10. تمام، عندك سؤال محدد؟ معلومات عامة. 79، ماشي، شكرا لاتصالك يا نجلاء. 18/10/79 من مواليد برج الميزان الهوائي الفترة الثالثة والأخيرة، أرقام الحظ هنا حتكون عندك 9 و6. شخصية محبة للأمور الفنية، بتحب المزيكا، بتحب الطبخ، بتحب الحاجات اللي فيها شغل في الإيد، الشغل اليدوي. شخصية برضو مندفعة وعصبية شوية عشان عندك رقم 9 في تاريخ ميلادك، يخليك عندك اندفاع شوية. شخصية برضو مترددة ومتقلبة في اتخاذ القرارات، لكن دبلوماسية جدا في التعامل مع الناس. عندك فرص كويسة إن شاء الله السنة دي، خصوصا في شهر 5 وشهر 6 من عام 2020 السنة دي يعني. مرسي اتصالك. وعندي اتصال آخر، أم زياد. ألو. ألو. تفضلي يا أم زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا عزيزتي. عايز أسأل لو سمحت على برج 24/8. أي سنة؟ لو سمحت على مرسي اتصالك ام زياد. 24/8/1991 من مواليد برج العذراء الترابي الفتره الاولى، هنا ارقام الحظ هتكون عندنا 5 و6. شخصيه مقدره الناحيه الماديه وشخصيه مقدره الناحيه الفنيه والجماليه برضو، شخصيه منتقده بتنتقد كتير وبتنتبه على العيوب قبل المميزات، شخصيه بتدقق كتير في التفاصيل وبتتعب لانها شخصيه محلله جدا للامور. عندهم فرص كويسه مواليد برج العذراء بالنسبه للامور الماديه والامور العاطفيه، الامور في العمل الفتره دي اعتبارا من اليوم لغايه يوم 20/3 اللي جاي، وكمان عندهم فرص كويسه في شهر 7 اللي جاي ان شاء الله. في عندي اتصال آخر، وردة. تفضلي يا وردة، صباح الخير. نور. أنا 11. صباح النور. أنا 11/2001. تمام. وجوزي 5/11/1809. والله مش حافظ التاريخ. 1989. ألو. للأسف انقطع اتصال. يا وردة يا وردة، جوزك مواليد 1800 يا وردة، ازاي. المهم 11/2001 من مواليد برج الميزان الهوائي الفترة الثانية، أرقام الحظ هنا هتكون عندك 1 و6. تكون شخصية قيادية، شخصية متحملة المسؤولية، شخصية محبة للأمور الفنية والجمالية، وأيضا شخصية شوية متقلبة مزاجيا. 5/11 مش عارف السنة ايه، بس هقول لك انه من مواليد برج العقرب المائي الفترة الثانية، ارقام الحظ هي 5
وتسعة شخصية شوية عصبية ومندفعة كتير، وشخصية بتحب الانتقام شوية، لكنها شخصية برضو متحملة المسؤولية وعندها قدرة عالية على التصميم. عندهم فرص كويسة السنة دي إن شاء الله، الفترة دي اعتبارا من النهاردة لغاية يوم 20/3، وكمان من 20/4 لغاية 20/5 على صعيد العمل والأمور المادية. في عندي اتصال أو آخر اتصال، زياد. أم زياد تفضلي. تفضلي تفضلي عزيزتي. يا ريت لو توطي صوت التلفزيون وتسمعيني من خلال التليفون، يا ريت. للأسف انفصل الاتصال. مشاهدينا الكرام، للأسف برضو وقت الحلقة خلص، اتصالات كتير، وأنا يعني بشكركم على متابعتكم وحرصكم على الاتصال وعلى الأسئلة. ما تنسوش متابعة صفحة برنامج حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك، وحكون معاكم إن شاء الله لايف إن شاء الله النهاردة بحدود الساعة 6 أو 7، بس حنوه عن ده في الصفحة دي. كمان حستنى كل استفساراتكم وتعليقاتكم، وعايز أسمع مقترحاتكم عن مواضيع البرنامج. حابين تشوفوا إيه، حابين نتكلم في أي مواضيع في الحلقات اللي جاية. مرسي لتواصلكم، وألف شكر، ومع ألف سلامة.